السلام عليكم. هذا الفيديو لمحمد عبد العزيز عبد القادر من قناة اليوتيوب. هذا الطائر باشق، طبعا ذكر، الرأس رمادي، الظهر يختلف اللون، فاتح لحمي، الخطوط غير عريضة وغميرة، احنا في فترة قرنسة، فالذيل يبقى الذيل من نفس اللون الأنثى، وبعد فترة تشوف الرأس يختلف. شوف الحين نصه بني، توني معلفة، حصلت على الخيط برجلة صايده من قبل أمس، الطير بدأ يوالف، يعض خفيف، طبعا الذكر يكون حجمه أصغر من الأنثى، الأنثى تكون ضعف حجم الذكر، وأيضا هو من الطيور الجارحة الصغيرة، وهو الطائر الجارح الوحيد غير البوم، يعني من الطيور والصقور الطائر الوحيد الذي يخرج ليلا في الليالي القمارية أو عندما ما يكتمل القمر، ثم يخرج على طبيعته في الليل ويصطاد الفئران والجرابيع والقوارض الصغيرة والسحالي الليلية. وأنثى العوسق أو الباشق تبيض من 3 بيضات إلى 5 بيضات. هذا هو. كيف تميزه انها ذكر او انثى وهو لسه فرخ؟ الفرخ طبعا ما ينعرف انه انثى او ذكر الا بحاجتين. الحاجه الاولى ضعف الحجم، يعني اخذ باشقين، 2 من البواشق، اخذ الانثى والذكر، بعد ما اخذ الانثى والذكر وانا ما اعرف، يعني اخذ واحد حجمه كبير وحجمه صغير. اول علامه الحجم، الأنثى تكون حجمها أكبر من الذكر في الصقور. وثاني حاجة واللي الرأس عندما يكون شكله دائري، فهذا ذكر والأنثى مربع على شكل مربع. طبعاً هذا ما يكون الرأس رمادي والذيل رمادي والظهر كذا بهذا الشكل، ما هو خطوط عريضة والصدر فيه ألوان شوي فاتحة، إلا بعد عام ونص أو بعد السنتين، يعني بعد فترة القرنسة. والقرنسة هي تبديل الريش بأكمله. طبعا بدي يوالف، توني مكله عصفور عصافير الدوري، كلته واحد، وأهم حاجة يا شباب بذكر الله قولوا ما شاء الله تبارك الله، لأنه خايف عليه من العين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.